ويا بخت بقى اللي موجود في المغرب، يا بخته ويا سعده ويا هناه انه عايش التاريخ دوت مع النادي الاهلي، واحد من الناس اللي عايشه الفرحه دي جوه المغرب مع النادي الاهلي، الصديق العزيز الناقد الرياضي المميز جدا عمرو الجرزاوي. يا عمرو مشرف ومنور حبيبي يا كيمو، مشرف ومنور، واستنكر عليك وعلى كل مشاهدينك الكرام. طبعا مبروك للنادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي على المباراه النهارده والصعود طبعا للنهائي قبل نهائي كاس العالم للانديه قدام ريال مدريد. قول لي بقى الاجواء ما بعد المباراه، وقبل ما تقول لي ما بعد المباراه قول لي اثناء المباراه، لحظه ياس او لحظه خوف من ان الاهلي يخسر المباراه النهارده، ولا الجميع كان واثق ان الاهلي يقدر يكسب؟ بص، مش هجمل الصوره قوي. لا طبعا كان في قلق كبير جدا من المباراه، مش الاهلي يخسر بس الاداء ما كانش افضل حاجه، خاصه في الشوط الاول يعني. فبالتالي الناس كانت قلقانه قوي ان الموضوع ممكن يتصعب. بس طبعا جت بقى اللحظه بتاعت جون قفشه غيرت قلب كل الموازين يعني. الفرصه المفتريه كانت موجوده في الماتش. بعد ما عايز اقول ان الناس كانت استسلمت شويه ان الماتش ممكن يروح فيه اكثر اثنين ممكن اكثر بقى طبعا كان ليه قرار ثاني يعني. طيب عمرو، لو قدرت تقف في مكان احسن يبقى عظمه، انا بحاول اسمعك بس بصعوبه يعني. طيب قول لي قول لي ثانيه واحده قول لي قول لي الجماهير المغربيه، انا كل ما اسال حد في النادي الاهلي او بس النادي الاهلي يقول لي الجماهير المغربيه عامله اداء عظيم جدا مع فريق النادي الاهلي في المدرجات. عمرو لسه معايا؟ الو. يا عمرو. عمرو عايز اسالك على الجماهير المغربيه ومساندتها للنادي الاهلي سواء في مباراه اليوم او المباراه الماضيه امام اوكلاند. يعني بص بقى، دي حاجه بقى يعني مهمه جدا. جمهور المغرب بصراحه احنا قبل الماتش لقينا الملعب فاضي جدا، فقلنا كده الموضوع عشان ماتش الوداد بيتلعب فالجمهور ممكن يبقى قليل. في اول ما المباراه بدات يا كريم كميه جمهور مش طبيعيه دخلت الملعب، لدرجه ان الملعب اعلن قبل المباراه ما تنتهي ان الحضور 30985 متفرج في ارض الملعب. هايل. فده بحد ذاته رقم كبير جدا. طبعا انت بتلعب في القاهره، انت اكنك بتلعب في القاهره بالظبط. انت بتلعب في القاهره، وبعدين تشجيع بقى كريم ان الجمهور مش قاعد بيتفرج على الماتش، الجمهور قاعد بيشجع حرفيا. وكل كوره مع بيعملها النادي الاهلي على ساتل الامريكي تشجيع مش طبيعي، ولو الفريق الامريكي ماسك الكوره ورايح على محمد الشناوي بيزوموا على الصوت بتاع الجمهور وتشجيع للعيبه بشكل كانك فعلا حرفيا ان ده جمهور النادي الاهلي اللي مالي الاستاد. هايل. طيب انت بعد المباراه كنت موجود في الميكس زون ولا كنت موجود في المؤتمر الصحفي بتاع مارسيل كولر؟ لا كنت موجود في الميكس زون. في الميكس زون عملت لقاءات، اتكلمت مع اللاعبين، قالوا لك ان هم عندهم حافز قدام ريال مدريد، اتكلمت مع مين؟ انا اتكلمنا مع سليا ومع قفشه ومع كهربا ومع كولر ومع كابتن سيد عبد الحفيظ. طيب ابرز اللي قالوا لك، ابرز اللي قالوا لك او بشكل عام يعني قالوا لك ايه؟ طبعا هم كلهم في انتظار مباراه ريال مدريد. والكلام، وده مش كان كلام يعني مش واضح منهم ان هو كان كلام انشا، ان هم كانوا هم جايين كاس العالم المره دي مش لان هو يوصل برضه لقبل نهائي البطوله وخلاص. حتى لو هيقابل ريال مدريد يعني هي شجاعه كبيره جدا من لعيبه النادي الاهلي ان هم بيقللوا شويه الضغط من على نفسهم ان هو عادي. احنا بنقابل ريال مدريد وبرضه هو ده النادي الاهلي، عندنا طموح ان احنا نوصل لنهائي كاس العالم للانديه، وده الهدف اللي احنا اتكلمنا فيه مع بعض كلعيبه ان قبل البطوله ان احنا نوصل لنهائي كاس العالم، مش ان احنا نيجي نلعب قبل نهائي كاس العالم ونمشي. ده كان كل اللعيبه اجتمعت على ده. كولر لما اتسال على ريال مدريد قال انا هعمل كل اللي في وسعي مع اللعيبه ان احنا نقدم مباراه كويسه. وحتى احنا سالناه ان الاهلي لاعب ريال مدريد في مباراه وديه قبل كده في 2008 2001 2007 2001 بقى ريال مدريد 2001 2001 تاني برشلونه 2007 2008 صحيح. فاستشهد بيها، قال طبعا يعني ده وقت ده يعني تاريخ غير التاريخ ووقت غير الوقت وجيل غير الجيل. بس طبعا انا هستعد للمباراه بشكل قوي مع اللعيبه وان وهنطلع احسن ما عندنا ان شاء الله ان شاء الله. زميل عزيز عمرو الجزاوي، قبل ما اختم معاك، المفروض الفريق هيسافر الرباط امتى؟
بكره الصبح. بكره الصبح. وانت معاهم ولا هتستنى شويه؟ لا انا هروح بقى بالليل. هتروح بالليل، تمام. عمرو انا بشكرك شكرا جزيلا، شرفت ونورت كالعاده، معلومات عظيمه جدا. زميلنا المميز دوما عمرو الجرزاوي من المغرب.